اول مره كنجيو في المخلاب ماشي نجيو لي حساب الكلاب ولي حساب لو بروجي في راسنا ما غاديش نبداو شي جمعيه ولا حيت حنا ما كنعرفوش كان شي مشكل كبير في المخلب مع الكلاب مع الحيوانات ما كانش قانون ما كانش والو ونجيو لي حساب السيرف لي حساب كلشي ونشوفو كاين بزاف ديال الكلاب في الزنقه وما كانش شي مكان ليهم ما كانش الا ضربتو موبيل الى ضربت موبيل وشي حاجه ما كاينش حتى شي واحد داكشي علاش بدا مع واحد كلاب جوج كلاب واحد موش شي حمار شي عود ومن بعد الناس كيشوفوا كاين شي ناس كيتلا فيهم هما يجي يشوف الكلاب ديالي الموش داكشي علاش دابا كبير بزاف حيت شحال هادي بداو حيت محتاج شي حاجه تقريبا عندك ديال كاين اكثر من 600 ديال الحيوانات عندنا العود عندنا الحمار الكلاب بزاف ديال الكلاب الموش كان بوتاغان كان تير كان بزاف حيت ما كاينش شي مكان للحيوانات فهمتيني ديما الا كاين شي حاجه الناس كيجي عندنا ديما كيجي كل نهار كاين 5-6 ديال الحيوانات جديد كيجيو ضرب طوموبيل مريض كاين مشاكل هما كيخافوا الا كاين شي حاجه في عينين فهمتيني وكاين شي حاجه مهم بزاف في المخلاب كاين لاغاج جير نجيل هذا خطر بزاف الا كاين شي كلاب مع لاغاج كيعاد فيك غتموت داكشي علاش الخدمه كنديروا هنا ماشي غير الحيوانات حتى للبني ادم شي حاجه ديال لا سونتي بوبليك ات بوبليك ايشو يعني كلشي الناس هما ماشي فرحانين كنديروا كيجمعوا الكلاب دابا خاصهم كيفهم نديروا شي خدمه مهم وماشي من راسنا كاين شي برنامج من العالم يعني نديروا التقييم نديروا البرا وشويه بشويه غيكون شي ريزولتا ولكن دابا صعيب وغير بغيت نقول لك عاوتاني واخا انا نقولهم ديجا ما بغيناش هذا ماشي مزيان ما بغيناش بزاف ديال الكلاب في شي مكان سخين ما بغيناش الكلاب والموش مريض في البوكس في البوكس وكل شيء ولكن دابا داكشي اللي كاين اول حاجه خاص لا كومون كيقولنا اوكي داكشي عامين بغينا عامين انا عندي كلشي لي ميساج افاك ورليني نمشيو ندورو ولكن هما بغاو نخرجوا ولكن ما بغيناش كيعدينا شي مكان فهمتيني ولكن هذا مقبله دابا هما مزيانين شويه هما مو بغاو دابا اول حاجه نديرو لو كاشي حاجه ثانيه خاصهم كيعطينا الوقت هنا الوقت نجمعوا الفلوس نديروا الحدود الكرياج كلشي اللي خاصنا عندنا البورناج عندنا الاركيتكت كاين كلشي لي بلان كلشي طيب غير خاصهم كيقولنا اوكي ومن بعد انا هكاك افك كلشي عطينا الفلوس السبونسور خاصنا نديروا شي مشروع كبير ونخرجوا نيشان حتى نحنا ما بغيناش هكاك ما بغيناش المشاكل ولكن هذا المشروع ديالنا ضروري غندبز معهم الى هما بغا يحيد الكلاب مسكين ماشي لا فوت ديالهم فهمتيني كنا درنا واحد الطلب للمديريه المياه والغابات فتقريبا في 2022 الدوسي راه باقي كاين عندنا الدوبل ديالو كلشي كاين وما كاين حتى شي جواب ما كاين حتى شي حاجه يعني ما كاينش عندنا حتى شي رد ولا حتى شي حاجه اللي درناه فبالتالي عاودوا قالوا لنا ودي بلا ديك البلاصه راه قريبه للناس بزاف واخا هي كتبان بعيده ولكن هما قالوا بان راه قريبه للناس وترفض لنا ذاك الطلب ديالنا وعاود راه درنا واحد الطلب اخر درنا البورناج درنا كلشي ومازال ما كاين حتى شي رد عاوتاني في 2023 عاوتاني عاودنا المره الثانيه درنا الطلب اخر ومازال ما كاين حنا بغينا نتحولوا من هنايا حيت شحال اصلا راه كاين مشكل ديال الصداع كاين مشكل ديال الجيران حنا راه عارفين واش كاين ضرر ولكن راه خاص شي حل يكون جذري باش نحولوا نديو هاد الحيوان وهاد الشيء كامل نحولوه لتما بلاصه حنا واحد الجمعيه كنعتنيو بالحيوانات كنجمعو بحال دابا الا كاين شي كلب ولا شي حمار ولا كاين شي ماش ولا شي حاجه في الطريق ولا دابا واحد يومين هادي جمعنا ثلاثه ديال جمعنا جوج كلاب هما اللي هي باقي كاينين في لي بوكس فيهم جهل لاراج كيشكلوا خطر على السكينه هما كاينين باقي كاينين عندنا هنايا وهذا الشيء اللي كنديروا حنايا كنديروا رعايه الحيوانات فكلها لصالح المنطقه لصالح المغرب لصالح كل شيء
نظرا للكلاب كيجمعوا كيعيشوا واحد التشرد وكيعيشوا واحد امراض وكيكونوا مشاكل، داكشي علاش حنا كنديروا الايواء ديالهم هنا، وبغينا ما شي حل يكون مزيان للطرفين. عندي ما بغيناش حنا دابا هاد الكلاب الا جات السلطه تخرجهم فين غيمشيو عاود ثاني يطلقوهم في الشارع، وداكشي راه ما بحال الا ما كاين حتى شي حل مزيان. الرساله حنا كنطلبوا من الناس المسؤولين يتعاونوا معنا في هذا الملف ديالنا عاود ثاني اللي طرحناه في الادارات، باش يديروا زعما يسربيو لينا هذاك المسائل باش يخرج، باش حنا غادي نتكلفوا عاود ثاني نشوفوا الناس اللي كيعاونونا باش يديروا عاود ثاني السياج، وغادي نديروا المسائل اللي غادي تخصنا في هذيك البلاصه ونتحولوا ليها ان شاء الله. بغينا غير شويه ديال الوقت اللي خاصنا، ما حنا راه خدامين على داك الشيء، وحنا راه كنعترفوا وكنعتذروا للساكنه على اساس بانه راه حنا كاين عندنا مشكل ديال الصداع هنا، هادشي اللي كاين اخويا. وحنا جينا باش نحيدوا هذا الضرر اللي علينا باسم السلطه جزاهم الله خير، وجاو اليوم للتنفيذ، لكن يعني رغم يعني ان مازال ما وجدوا المأوى ديالهم فين يربيو الكلاب وفين باش يرحلوا والتنقل المسائل، اجل لهم الوكيل يومين، نهار الخميس ان شاء الله تكون التنفيذ اخر اجل. علينا حنايا اشنو الغرض ديالنا في هادشي كله؟ ماشي بغينا نتعداو على خوتنا النصارى يرحلوا من بلادنا ولا دورنا ولا لا، مرحبا بهم، هما خوتنا وحنا خوت، نتعاونوا على الخير والاحسان، ولكن المضره ديال الكلاب يعني راه مضره ما يقبلها حتى واحد. الظلم والتعدي راه ربي حرم الظلم على نفسه وجعله حرم بالعباد ديالو. دابا انا سمعت بان هاد الليله الفايته زادوا الكلاب اخرين، جا الكاميو خوا وخلي عليك شحال اللي كان قبل. اذا انا غير بالتقدير والتمييز الله اعلم غنقول غتكون شي 500 كلب ولا اقل، لان هذا الشيء راه معرم عندهم بزاف، لان معمل هذا تجاره دوليه عالميه، ولكن احنا ما كرهناهم في التجاره ديالهم، وانما المضره والتعدي ديال الساكنه لا من الكبار ولا الصغار، الذكور الاناث كلهم كيتشكاو وكيتضروا، ها اللي مريض في عينه، ها الحساسيه، ها الكحه، هذه وهذه، راه هادشي بزاف. والله الا كتجينا حتى العائله والحباب ديالنا يزورونا تيقول لك راه الدار فيه شي حاجه، هادشي منين جاتكم هذه؟ ودي راه ماشي الدار، الدار نقيه الحمد لله، كلشي المعطرات كاينين، ها حتى السانيكروا ديال الدوش ها هو، ولكن الريحه كتجينا من برا. وقال لك هادشي بزاف عليكم، لا 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 لا، واذا حتى حنايا غادي نبقى معكم واحد شويه نأديو الاداب ديال الزياره وغادي نرحلوا، ما نستطيعوش ما نتحملوش هذا الريحه الكريهه، فلهذا حنا متضررين، ولكن الحمد لله قلوبنا راه صافيه وحنينه، وشهر رمضان قابل علينا، الله يدخلوا عليهم بالرحمه والمغفره والبركه والتيسير، يعني بغينا نكونوا خوت ونتعاونوا على الخير والاحسان، ما بغينا المضره لاي واحد، مرحبا بهم في السكنه ديالهم، لكن الكلاب المتضررين يبعدوهم علينا. Yeah, we give them like a minute this morning.